بسم الله. مناسبة نتائج التوجيه اليوم للشباب تذكير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. سيأتي يوم كل الناس يصدرون من قبورهم، ليس لهم أي هم ولا مقصود إلا أن يروا أعمالهم. ففي ذلك اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الذي ظن أنه ملاق حسابه واجتهد لهذا اليوم فأكيد سيبيض وجهه، والذي اتخذ ذلك اليوم مهجورا، نسوا الله فنسيهم، نسوا الآخرة، نسوا المقصود الذي خلقوا له، ففي ذلك اليوم يسود وجهه. كيف تبيض وجوهنا في ذلك اليوم؟ هذه الامتحانات أو هذه النتائج، هذه يعني ميزان بسيط، أو هذه يعني زي مثال بسيط. والآخرة أعظم، الآخرة أكبر، الآخرة أخطر. نجاح بسيط يبيض وجهك، تنقلب إلى أهلك مسرورا، تنادي: ها أم اقرأوا كتابي، شوفوا نتائجي، شوفوا صلاتي، شوفوا زكاتي، شوفوا قيامي بالليل، شوفوا ذكري لله، شوفوا إحساني إلى الخلق، شوفوا تجاوزي عن حقوقي، شوفوا دعوة الناس إلى الله، شوفوا كيف كنت أفرغ أوقاتي في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، كنت أذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، شوفوا أعمالي، يفخر بها، يفخر بها، يفرح بها، ها، يرضى بها، يفاخر بها. في ذلك اليوم النجاح لا خسارة بعد، في ذلك اليوم النجاح لا خسارة بعد، والخسارة لا نجاح بعد. فلنستعد لذلك اليوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. الله يرزقك، الله يرزقك، الله ينفع بك.